اهلا وسهلا فيكم مره جديده، نورتونا ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ضيفنا لليوم في حلوى يا دنيا هو فنان عربي متميز صاحب كاريزما خاصه فيه، لهيك من الصعب جدا ان نقارنه باي فنان اخر على الساحه الفنيه. دائما وابدا حضوره كان له يعني طابع مميز على مر السنوات، اغانيه دائما بتكون ضربات فنيه سواء بالكلمه باللحن او حتى بالفيديو كليب. السنه الماضيه نورنا بحلقه من حلقات حلوة يا دنيا، غاب ورجع ليزلزل استوديوهات رؤية. بيشرفنا وبيسعدنا يكون معنا الفنان علاء زلزلي. صباح الخير، كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا علاء، نورت. كيف حالكم؟ صباح الخير وأهلا وسهلا. سعد صباحكم، صباح كل المشاهدين. نحن مش نايمين بعد. يعطيك العافيه. من السهره تقريبا لهون، وخاصه هلا مع تغيير الوقت قربوا الساعه وهيك. وهذا اول سؤال بدنا نبدا فيه. اول شيء بعد ما نقول اهلا وسهلا في علاء زلزلي في رؤيا وايضا ضيف على الاردن، نورت وشرفت، اهلا وسهلا. نسالك عن حفله امبارح كيف كانت وتحكي لنا الاجواء شوي. يعني انا بتمنى انك تسمع اراء اللي كانوا موجودين يعني، او تشوف ردة فعلهم، لانه كانت حفله عن جد. ما بحب اقول انا، بس انه اللي بقدر اقوله انه الحمد لله انه قدمنا شكل كتير حلو ومستوى حلو والاغاني، وكان جو اكثر من رائع. سهره رائعه، ما فيه احكينا عن سهرتي، بس انه بعتقد انه حيكون في ردود فعل كثير حلوه، لانه كانت عن جد ناجحه بكل ما معنى من كلمه. الحمد لله. احنا الحمد لله. يعني ما كنا موجودين، بس اكيد متاكدين بانه زي كل حفلات علاء زلزلي، يمكن قلائل جدا الفنانين اللي بتكون متاكد لما تروح تحضرهم لايف بانك راح تنبسط تسمع صوت حلو. ممنوع ما ينبسطوا. ممنوع ما ينبسطوا 100%. احنا سمعنا خبريه كمان ثانيه حلوه كثير وبتبسط، يعني هي بشرى ساره لكل محبينك سواء بالاردن او بكافه ارجاء الوطن العربي. موعدين بألبوم جديد ان شاء الله يا رب. سيدي جديد يعني من نص أربعة لأول خمسة تقريبا، لأنه بكون دخلنا بالربيع بشكل بتقوله بشكل رسمي يعني. فإن شاء الله بيكون يعني بتضمن 9 أغنيات زلزلة منوعة هيك، وعامل فيها ميكس ما بين علاء التسعين وعلاء هلا. طبعا روح علاء بدها تضلها موجودة، ما في مجال يعني، روحي بدها تضلها موجودة بالأغنية. وبعتمد كثير على الميوزك، على أسلوب الميوزك اللي بده يلعب بالأغاني، طريقة التوزيع يعني. فإن شاء الله يا رب إنه يعجب الناس يعني. يعني نحن طولنا شوي، رهنا بهالأوضاع اللي عم نشوفها بعالمنا العربي. إن شاء الله يا رب تكون اللي جاي خير، أيام فيها خير أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مدام جينا على سيرة الوضع العربي، بتحس أبو مجد بهالظروف اللي عم بنعيشها في المنطقة، إن كان مصاعب سياسية أو إن كان طبعا يعني مساحات دموية للأسف محيطة فينا، في دور للفنان مهم إنه يلعبه، أو إنه الفنان أنت بتشوف يلتزم مساحة أو في زاوية من الصمت، شو رأيك؟ لا هو يعني هي المشكلة، نحن صار في عنا شغلة بعالم للأسف اللي عم نشوفه بعالمنا العربي، ما بعرف شو هو يعني. أكيد ما بعرف، وأكيد في كتير عالم ما عم تعرف شو عم بصير يعني ما عارفين. لا عدنا عارفين إنه إذا في ثورة عن جد، ولا عدنا عارفين إنه في اللي عم نشوفه نحن، انه قتل ودمار وقتل وتشريد وهدم لحضاراتنا العربيه. بس هذا اللي عم نشوفه نحن اللي هلا عم يوصلنا، وتشويه لا حتى للاديان، تشويه للاديان سواء كان الدين الاسلامي او الدين المسيحي، تشويه. مش هذا هو الدين، مش هيك، ولا الله بيقول هيك يعني. هذا اللي عم بصير. ثانيا يعني انا عم بشوف انه في دم، ونحن اكيد كلنا ضد الدم، وفي اطفال عم تتشرد، وفي في 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 قتله كثير يعني، وشهداء كثير. ما بعرف دور الفنان اكيد، بس المشكله حتى دور الفنان صار بهالفتره نحن هيدي، وهذا الشيء كان بيضحكني شوي، انك انت مثلا من اسس يعني المطالبه بالديمقراطيه انك احترام الراي الاخر. انت هلا اليوم اذا الله يساعدك اذا بتحكي كلمه مثلا رفيقك ما مش عاجبته يعني، ما عرفت كيف بيعتبرك، اذا صديقك ما عجبته الكلمه
بيعتبرك انه انت مثلا خلص انت عدو او انت هيك صارت القصه، مش انت ما في احترام، هو في احترام الراي الاخر مثلا، يعني لازم مش عم نتقبل بعض. هيدي المشكله صارت كتير كبيره بعالمنا، مش عم نتقبل بعض بشكل انه الفنان بيقدر يقدم عم يقدم. انا مثلا غنيت ضد الطائفيه، يعني انا كنت اول فنان بغني ضد الطائفيه، يعني ضد الطائفيه ما بين الاسلام والمسيحيين للاسف اللي عم نشوفه نحن. غنيت ضد الطائفيه، غنيت كوطن عربي ككل، ما بس انه بهالوقت بدك تشوفي قد ايه بيقدر او قد ايه مساحه الاعلام بيقدر يعطي الفنان يوصل اللي بده اياه بشكل صحيح، يعني يقدر يحكي الفنان ويوصل اللي بده اياه بشكل صحيح للناس، لانه اكيد الفنان لكل الناس، واكيد بيكون مهما حكى بيحكي من حرقته او بيبكي على وجعهم للناس، لانه بالنهايه هو منهم وهن اللي ما كان في تفرقه وقت اللي قدموك او دعموك ليصير نجم على مستوى العالم العربي. نعم، بتذكر علاء السنة الماضية كنا عم نحكي وسألناك إنه شو سر غيابك، ابتعدت لفترة عن الساحة الفنية، وقتها قلت لنا الوضع بلبنان، أنا ما بقدر أغني وما بقدر أعمل أغاني، وبلدي كانت يعني عم تنزف. ما هي ما هيدا اللي عم نحكي فيه نحن، إنه هلا حتى بتيجي بدك تنزلي عمل، نحن يعني كنا دائما على طول كل حفلاتنا مهرجانات كبيرة، وأنا كنت محسوب على المهرجانات يعني الكبيرة، يعني مهرجاناتي كانت من 20,000 وما فوق. كنت محسوب انه اقول لك على زلزال ملك المهرجانات او يعني هالالقاب اللي كانت تتابع معي، بس انه هلا بتجي انت بعالمنا العربي ما عم بتحسي انه بعد في عنا، يعني ما بعرف انه كيف بدي افسرها، انه عن جد نحن ما بنستاهل هيك بعالمنا العربي يصير. نحن شعب بنحب الحياه، نحن شعب بنحب الفرح، عندنا حضاره كبيره ما لازم نتخلى عنها. نحن عم نوصل لمرحله عم ننسى حتى قضايانا العربيه المهمه، عم نلتهي ببعضنا، صرنا بلا ما نلتهي بامور ثانيه، فما في شيء مش مزبوط. المفروض يكون عندنا وعي نحن اكبر لنفهم شو عم بتصير، يعني بوعي انه هذا الموضوع مش موضوع، يعني انا بعتبر انه هذا مش موضوع اللي عم بيصير بالعالم العربي، مش موضوع بلا سياسه، خلينا نحكي سياسه. المشكله انه كل شيء بيحيط فينا سياسه، اخر شيء في السياسه، للاسف لبنان فنيا تاثر باخر سنتين من الاحداث. لبنان على طول تاثر بهذا الموضوع للاسف، ولكن عندكم عزيمه صلبه. نعم. واثبتوا للتاريخ انه الفن والحضاره والروح اللبنانيه اقوى من كل المحيط. صح. انت متفائل في المرحله القادمه بعد يعني دوله الرئيس تمام سلام الان شكل حكومه، مبروك طبعا. انت كيف شايف انه الامور في لبنان يعني للافضل ان شاء الله؟ هلا موضوع لبنان اجباري يتاثر بمحيطه. يعني لبنان بالنهايه. نعم. هو بتغيم في مكان تمطر في لبنان؟ لا مش في اي مكان. لا لك شغلي لا شك انه الشعب اللبناني شعب حيوي جدا، لا شك انه الشعب اللبناني بيقوم من تحت الدمار، بتلاقي يعني عنده عزيمه اكثر من رائعه، بيبني حاله بسرعه وبيتاقلم بسرعه، يعني ما بيخلي ما انا يعني ما انا يمكن ما شفت بعد بحياتي مثل الشعب اللبناني، عفوا يعني اكيد لا ولا احنا بموضوع الحرب 100% بهاي النقطه طبعا. بحكي لا طبعا مع احترامي لكل الشعوب العربيه أكيد. عم بحكي بموضوع الحرب، انه لبنان دخل بحروب كثير كبيره، وكان يقوم يعني وقفه مارد، خلينا نقول نحن حقلنا نقول وقفه مارد نوقف بوجه اي شيء، بس انه سياسيا لبناني بيتاثر بمحيطه باللي عم بصير، بيتأثر. وبتعرف انت بعالمنا العربي وخاصة بلبنان، يعني في اكثر، يعني لبنان هو كان هو معيار للتعايش المذاهبي مثل ما بيقولوا، وهو بيتأثر فإجباري يتأثر هلا بكل شيء عم بصير حواليه، يعني اقليميا شو في اقليميا لبنان بيتأثر، هون لو ما بيتأثروا بالاقليميا كان لبنان بيضلوا من احلى وضعه ممتاز هو بيتأثر على مستوى الاقليم اقليميا يعني عربيا او منطقه يعني بتقولوا الشرق الاوسط ككل. نعم. علاء بتحس انه بعض الفنانين اذا بنرجع نحكي شويه فن مع نكهة سياسة، بتحس انه بعض الفنانين او بعض الالبومات انظلمت بالسنوات الماضية بسبب ما يسمى بالربيع العربي، ولا بتحس الاغنية ضاربة ضاربة بغض النظر الظروف صعبة او الظروف؟ ما في شيء اسمه، نحن عم نحكي كنجوم. نعم. في كثير فنانين عم ينزلوا اغاني وعم تنجح، اوكي انا هذا الله يوفقهم ويهنيهم، بس انا بعرف انه النجم له طريق طويل. يعني النجم مش اغنية بس انه ضربت اليوم، النجم يعني انا صرني 24 سنة بالفن، هاي سنة 24
وبحس انه حفاظي على النجوميه مش سهله، مش سهله انك انت تمشي 24 سنه تدخلي بعالم النجوميه وبدك تحافظي، يعني 24 سنه يعني بيعتبر جيل، يعني يعني انه في 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 عم كل ما نحن يعني عم 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 تتابع صوره جيل ورا جيل، يعني مش انه 24 سنه مش صغار يعني. صح، عرفتي كيف من عمرنا. فانا بالنسبه لي انا بالعكس بلاقي انه شغلي يعني الفنان بحاله بهيك حالات لازم كثير يتأنى. النجم عم بحكي انا بعدني اللي بيكون عنده تاريخ فني يعني بيتأنى. ليه؟ لانه ما بيقدر يضيع تاريخه بس كرمال اني انا بدي انزل، يعني انه والله يعني هي كثير بسمعها انه غيرك مثلا غيرك عم بينزل كل سنه، انه اوكي طب شو عم يعمل كل سنه؟ ما فهمت باردون، يعني انه نزل كل سنه تو انه شو مش يعني. انا الانجاز الوحيد اللي شفته هالسنه صار هي سيلافي للشاب خالد، لانه عملت سكسي على كل على مستوى العالم سيلافي، يعني انا بعتبره هذا انجاز انك تعمل اغنيه تتغنى بكل العالم، عرف كيف، بشكل صحيح. هذا بعتبره انجاز، بس غير هيك شو في انجاز؟ يعني ما يعني حتى مهرجاناتنا الكبيره اللي نحن كنا دائما نعتبرها انجاز كبير صارت عم تمرق مرور الكرام، صارت عم تمرق مرور الكرام. اذا وين الانجاز؟ لا، افضل اني راقب وفضل اني انا تابع ولاقي المكان الصح اني انا نزل فيه شيء، او مش حلك اخترع، لانه ما في حدا بيخترع بالموسيقى. بس فيك مثل بقولوا مثل بدي اعتبر يعني ما بعرف اذا بشبه، اذا بيزعلوا الشباب ما تزعلوا شباب موسيقى، بس انه عم شبه انه الموسيقى بدي اعتبرها مثل مطبخ. اوكي، كل ست عندها ذوق معين بالطبخ او نفس او نكهه معينه. فالفنان نفس الشيء بيكون عنده نفس معين او نكهه معينه بقدمها بقالب شكل جديد. انا برايي انه الفنان لازم يتأنى ليعرف شو بده ينزل وليعرف شو بده يقول وما يتاخد، لانه احيانا لا بينزل لون بتفتكر انه هيدا اللون هو اللي لازم يعني انت تغنيه، ولا ما بتزبط معك الامور لانه هيدا اللون ماشي مثلا. لا، ما هي مشكله مشكلة انك انت لا تكون نجم وتمشي، يعني في فرق بين انت كنت تمشي لون وينفرض عليك لون، وفرق انك صرت تمشي ورا لون. لما اوريدي انا كنت مشي لون، انا هذا اللون كنت انا مشي، فانا كنت مثلا يعني مش يعني انه انا مثلا بلش مثلا في لون، لنفترض بعض النجوم بالعالم العربي كل فنان عنده لون معين نجح فيه بحياته، فانت بتعود تشوفيه بهذا اللون مش هيك؟ فبتلاقيه راح مكان ثاني مش لونه مخصص فيه. بتسألي مثلا انه لا ليش عملت هيك، ما السوق هيك. لا، ما هذه مشكله، هي مش في مين بيحرك السوق، في مشكله وبيلون يعني بيلون الذوق العام. نعم، فبتلاقي كل المطربين بيروحوا في هذا الاتجاه. على فكره هذا سؤال كنا بنطرح لك، كنت نطرحه بس نقدر نحكي هلا، انت شايف في رجعه ورجعه قويه على الاغاني التراثيه، واضح. نعم، يعني اللي فيها لون الدبكه وفيها المواويل والكل متجه زي ما كان من فترة. هيدي اللون العراقي سائد، وما زال اللون العراقي بعده ناجح، واللون الخليجي يعني الأغنية الحلوة حلوة. والفلكلور بعمره ما راح من بيننا، طول عمرنا احنا عايشين على الدبكة، يعني انه شوف المنطقة كلها من لبنان او سوريا والأردن، انه ما نحن عايشين على هذا تراثنا وبيئتنا. يعني حتى ما بعتقد انه في يوم غابت عننا الدبكة، انه او انه هذا الدبكة انه والله نحن اعتبرناها موضة. لا، هي حياتنا، تاريخنا، بيئتنا، هيدا نحن. اوكي، نحن كنا نعمل اشياء جديده، يعني كنت انت تنبسط انه في لون مثلا خليجي هالسنه طغى شوي، بتيجي بتلاقي اللون العراقي طغى شوي، اللون المصري طغى شوي، عارف كيف؟ ولكن التراث هو باقي. اللي بتستورده انت بيكون هو الجديد، انه مثلا هذا السنه او هذا الموسم موسم الاغنيه الخليجيه، هاي الموسم موسم الاغنيه المصريه، هاي الموسم موسم الاغنيه اللبنانيه، هاي الموسم يعني هيك، ولكن التراث ثابت. علاء بدنا تسمعنا اي شيء؟ لا، انا خلي فؤاد يسمع، خلي فؤاد بعدين بنسمع على القطعه الثانيه. شو بدك تسمعنا؟ عم بطلبوا لانه منا كل المتابعين عن طريق فيسبوك وعلى تويتر. يلا، غنى بالليل وغنى بالنهار، شو بعرف اي شيء حدا حوش. اكيد على الميكروفون هيك ولا لا؟ على هذا المايك. لا، على الميكروفون 100% على المايك. استاذي شو ايش بتحب؟ بتنقوز عليك هيك بين الورد. حبيب قلبي، هيدي اللي ماتت هون معقول، هيدي اللي ماتت حتى تلاقيني بتمرق من حد وما بتحكيني.
انت اللي سميتك عشقي وحياتي، وانت اللي بحبك حتى مماتي. لا تشوفي حالك حبوك تلاتي، قلبي وعيوني وعقلي مجنونة، ولك بنزل عالساحة وبهزك تافه، وكنت تحبيني ومني ما تخافي. حطي يا عمري شبابك عشفافي، وخلي الصبايا يتغير لونها. الله، يسلم هالصوت وشكرا على هالاجواء الحلوه اليوم. رهف يا عمي ما حدا قدها طبعا، يعني طبعا شو هالحكي. فاصل وراجعين معاكم مستمرين مع علاء زلزلي.